تعالى بقى للقضية اللي اترفعت، لا تترفع بعد إجازة العيد، دي آخر القضايا الحديثة، قضية نادي الحسن الجديدي ضد مرتضى منصور بشأن نسبة 20% بتاعة إعارة حميد حداد، والانفراد اللي أنا قلته لكم إنه الراجل لما كلمته في التليفون من شهر قال لي إحنا بعتنا 3 خطابات محدش رد علينا، إمبارح قال للصحف المغربية بعتنا 6 خطابات ولم يرد علينا أحد، وبناء عليه سنتحرك لدى الفيفا بعد أجازة العيد مباشرة للمطالبة بحقنا في 20% من إعارة حداد إلى الرجاء البيضاوي المغربي. آدي آخر عناقيد الشكاوي الحديثة، ليش دعوة بالقديم، دول اللي لسه كانوا بيلعبوا حضرتك وشفتهم، كهربا، بطيب، النقاز، أحداد. أحداد ده اللي أنت جبته ب1.5 مليون وأعارته ب300 ألف وعرضه للبيع ب500 ألف، مفيش كده، عشان كده كان لازم المسرحية تتعامل بالشكل ده، ونحترم من نسجها ومن ألفها ومن خطط لها ومن كتب السيناريو، ولكن أجد من العار على الإعلام يا صديقي علاء حمام أن يذهب الإعلام إلى حسابة النقاط دون أن يدافع عن كيان الزمالك الذي أسيء إليه بفتح هذا الملف في الإعلام. من حق الزمالك أن يذهب إلى أبعد نقطة للبحث عن حقه، ولا يلومه أحد في ذلك، ولكن يذهب إلى الأماكن الشرعية وليس بالسب والشتم والمكالمات التليفونية واليفط وكتابة الكرنيهات والطباعة على التيشيرتات. أوعى حد يفكر إن أنا بحارب إن الزمالك، لا بالعكس، أنا أتمنى أن يذهب الزمالك لأبعد نقطة، بل أقول لكم على انفراد إن من ضمن، أقول لكم على انفراد مهم، من ضمن الحاجات اللي مطروحة أمام اللجنة المشكلة، لجنة الموقف أو لجنة الطوارئ اللي شكلت سرية في النادي الأهلي ومحدش عارف أي تفاصيل عنها، من ضمن إن ربما يكون هناك اقتراح بيدرس حاليا ضمن الاقتراحات. انا انفردت معاكم ان من ضمن الحاجات المحكمه الاقتصاديه، وهذا الانفراد النهارده ملا الدنيا كلها، وبعد كده التحكيم الدولي، التحكيم الدولي في المجال المالي، وقلت لكم في جديد النهارده في انفراد مهم جدا، ان ربما الاهلي يطلب من الكاف، اسمع مني وركز، ربما يطلب الأهلي من الكاف إعادة التحقيق فيما حصل على مدار السنوات الماضية في التقليل من لقب نادي القرن وإن كان شرفيا، والأهلي يقول بنفسه عيدوا التحقيق يا جماعة، لأن احنا مش هنفضل في هذا المسلسل المهين. ضمن المقترحات إن الأهلي نفسه يطلب التحقيق من الكاف في هذا الموضوع، الأهلي نفسه يطلب من الكاف التحقيق ويطرح نفسه أمام الكاف كطرح ثقة. من ضمن الحاجات يقول له يا كاف أنت اديتنا اللقب ده، هو ينفع تدينا اللقب ده بناء على معايير ونقاط معينة ونفضل كل سنة تك 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 ونكلك نكلك 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 وشغل أوالي الغزية اللي ملوش لازمة ده؟ وعندها لابد للكاف أن يرد على النادي الأهلي. خلي بالك من ذكاء الخطوة، يجبر الاهلي الكاف على الرد عليها، يعني الكاف في الوقت ده هيرد على الاهلي، وصلنا شكواكم بشان كذا كذا كذا، هيقول له حاجه، واننا اذ نؤكد احقيتكم في كذا هنقول كذا وكذا وكذا، الطرف الثاني هيقول ايه؟ او الكاف هيقول ايه؟ واننا اذ نؤكد انكم مالكمش حق، يبقى الطرف الثاني يهلل مثلا، لكن المتوقع ايه؟ ان الكاف يؤمن على قراره بتاع سنه 2000 واللقب اللي خده الاهلي في 2001. وفي الحاله دي انت شكلك ايه؟ اذهب يا سيدي الى الغرف المغلقه، وكفاك احتقان بين الجماهير، وكفاك كراهيه، مصر اكبر من هذه البلبله واكبر من هذا اللعب الصغير، واتمنى ان الاعلاميين يفطنوا ان مرتضى بياخدكم لاماكن تانيه خالص على كان خاطر كل البلاوي اللي انا بقولها لكم ما تحصلش. عايز احيي قبل ما اكمل اخبار الزمالك مع علاء، عايز احيي اخويا المحترم رجل الاعمال الليبي الشهم الجدع
العربي الأصيل الأخ خليفة سلطان صاحب شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، خدمات شركة متخصصة في وكالة اللاعبين وتنظيم الإيفنتات والمباريات والبطولات ومقرها ليبيا وتونس، لما قدموا لي من مساعدات في الوصول لأي لاعب عايز أوصل ليه في تونس. عشان بس تعرفوا كم التعب اللي بتعبه عشان أجيب معلومة. الإعلام كله بيتكلم عن يافطة مرتضى، أنا قلت من العيب، من العيب إني أنا أتكلم في حاجة مرتضى يتمناني أن أتحدث فيها، ولكن أنا عايز أذهب إلى نقطة، لماذا فتح مرتضى هذا الملف؟ هذا هو السؤال الذي أقدمه هدية لكل زملائي الإعلاميين، ابحثوا لماذا فتح مرتضى الملف لتجدوا بلاوي نحترم من خلالها مجلس إدارة نادي الزمالك ولا نشكك فيه، ولكن نتناقش فيها باحترام لعلنا نجد إجابات شافية. تفضل يا أستاذ علاء، ماذا لديك من أخبار؟ بس هنوضح حاجة، إن عزيز وكيل خالد بوطيب قال الزمالك عرض 1,400,000 دولار مش 1,500,000، مش مشكلة. حضرتك قلت 1,500,000، فاحنا بس ايه بنراجع الرقم، 1,400,000 دولار. اتفق معاك، هو قال 1,400,000 فعلا، وقال لي هذا الكلام الوسيط اللي في النص، ولكن يعني الحاجات الفكه دي احنا ما بنقولهاش اصل مش بالورقه والقلم، يعني ال 400 بتقول ونص تقريبا، ثلاث ارباع بتقول مليون تقريبا، الدنيا تمشي يعني. تمام، ولكن عندنا ناس، اتفضل. خلينا مع دقه المعلومه اللي انت قلتها، 1,400,000 ماشي. تمام، عندنا نادي بنياس الإماراتي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين كشف إنه يرغب في ضم الإيفواري رزاق السيسي لاعب الزمالك، ووكيل اللاعبين اللي كلفه نادي بنياس الإماراتي، نادي بنياس الإماراتي إنه يتواصل مع رزاق السيسي، تواصل مع اللاعب ويكشف له على العرض، لكن لسه العرض ما وصلش بشكل رسمي لنادي الزمالك، والزمالك عنده رغبة قوية في بيع رزاق السيسي، لكن في انتظار وصول العرض الرسمي، وكان رئيس النادي اعلن ان هو مش هيبيع اللاعب باقل من 3 ملايين دولار. تمام. عندنا حاجه ثاني، جماهير الزمالك احتفلت النهارده بعيد ميلاد جنش رقم 33، وطبعا جنش بتربطه علاقه قويه جدا بجماهير الزمالك، وكشف الكابتن احمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومدرب الزمالك السابق والنجم العالمي، كشف على حسابه وكتب ان هو ساهم في مسألة تعاقد الزمالك مع جنش، قال وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو الحادث كويس جدا، وما كانش فيه فلوس في النادي نشتريه، فقررت إن أدفع الفلوس وأخصمها من مستحقاتي، وده قرار لن أندم عليه أبدا، وجنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زملتهم ودربته. طبعا الكلام ده حصل فعلا، ده كان أيام فترة المستشار جلال إبراهيم، كان فعلا الزمالك عايز يتعاقد مع جنش، وكان جنش حارس في الأولمبي، وكان ساعتها النادي بيمر بظروف ماليه صعبه، ففعلا ميدو دفع جزء كبير من صفقه التعاقد مع جنش، وجنش لما جه نادي الزمالك كنت انا اول صحفي قابلته واول صحفي التقيت بيه، وكان معاه ساعتها الكابتن وليد ابراهيم مدرب حراس المرمى وحارس نادي الاولمبي السابق، وقابلته في مكتب الدكتور اشرف صبحي، كان ساعتها هو مسؤول عن اداره التسويق والعلاقات العامه، قبل طبعا ما يرحل ويتولى مساعد وزير الرياضه ثم يتولى وزيرا للرياضه. تمام. عندنا حاجة تاني، فرجاني ساسي للمرة الثانية يرفض تمديد عقده مع الزمالك. فرجاني ساسي عقده هينتهي مع الزمالك نهاية الموسم المقبل في شهر يناير، يحق ليه التوقيع لأي نادي يرغبه. الزمالك من حوالي 3 أسابيع وإحنا قلنا الكلام ده، نجل رئيس النادي اتصل بيه وقال له عايزين نمدد العقد، اللعيب رفض، رجع نجل رئيس النادي جدد طلبه وكلم اللاعب وقال له عايزين نمدد العقد، برضه اللاعب رفض، واللاعب يملك عروض تركية وخليجية، والصحافة التونسية كتبت النهاردة ان اللاعب رفض تمديد العقد للمرة الثانية مع الزمالك، وانه واخد قرار ان الموسم ده يكون اخر موسم ليه بالقميص الابيض، وان هو بيفكر لا اما يتجه الى تركيا لا اما يعود الى الدوريات الخليجية، وطبعا كان بيلعب في السابق في الدوري السعودي، فغالبا العرض اللي معاه من السعودية لان هم كاتبين في الغالب هيرجع للدوري السعودي. تمام. عندنا كارتيلون المدير الفني للزمالك رافض فكره التعاقد مع مسؤولي انتخابات اتحاد الكره المقبله، فيهم طبعا المهندس سنا ابو ريده والكابتن احمد شوبير على منصب الرئيس، وفيهم بقى اسماء كثيره، منهم الاستاذ جمال علام، اللواء صفي الدين بسيوني، كابتن مجدي عبد الغني، الدكتور كرم كردي، حاج محمود الشامل، الحاج عامر حسين، كابتن شوقي عبد الشافي، الاستاذ مجدي المكناوي، كابتن حماده المصري، الاستاذ محمد ابو الوفا،
الكابتن جمال غندور، الكابتن رضا البلتاجي، المحاسب عمرو السعيد، الكابتن علاء نبيل، الكابتن مصطفى عبده، الكابتن اسلام الشاطر، الكابتن محمد ابو العلا، كابتن يحيى دياب، الدكتور هرمس رضوان، الحاج شعبان بطاوي، كابتن سمير محمود عثمان، كابتن محمد فاروق، الدكتور محمد خيري، الحاج فتحي عوض الله، الدكتور اشرف موسى، الاستاذ صلاح بدر، الكابتن عز الدين احمد، الاستاذ محمد سيف، الدكتور عادل سلومه، الاستاذ خالد فتوح، الاستاذ محمد شيحه، محمد شيحه وكيل لاعبين، الاستاذ محمد خالد غرابه، الاستاذ احمد مجاهد، الدكتور ايهاب الكومي، الاستاذ عاصم عبد العزيز، الاستاذ نور رسلان، الاستاذ محمد باهي، الدكتور اسلام مسعد، وقال طبعا انه بعد كده هينشر المرشحات على مقعد المرأة. طبعا ده عدد كبير 40 مرشح ولسه طبعا العدد هيزيد. بس الاسماء عندنا خبر أسماء مهم، اسماء كتير رئيس الزمالك كشف النهارده وقال ان هو خلال الايام المقبله دي هيعقد جلسه مع محمد بيومي خبير اللوائح علشان يتناقش معاه في مساله قضيه نادي القرن والمستندات اللي ابعتها للمحكمه الرياضيه. كمان هيحضر الجلسه دي اعضاء من مجلس اداره النادي. عندنا الزمالك لازال بيفكر في التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي، رغم ان الاهلي بيفكر في التعاقد مع موليكا والاهلي قاطع شوط كبير جدا من المفاوضات، لكن الزمالك حاطط اللاعب ده في دماغه لان كابتلون اشاد بيه جدا واللاعب امكانياته كبيره جدا، سجل 15 هدف في 30 مباراه في دوري ابطال افريقيا، بيملك قوه بدنيه وسرعه ومهاره. المهم الزمالك مستني يشوف الظروف بتاعه الاهلي هترسى على ايه، وهو بيترقب الامور كده وعنده رغبه في ضم اللاعب، لكن طبعا كل المؤشرات بتقول ان اللاعب سعره لن يقل عن 3 ملايين دولار لانه لعيب قوي جدا. كمان نادي مازيمبي من الانديه الغنيه اللي ما عندوش اي مشاكل ماليه، يعني مش هيبيع اللاعب غير بالبلدي كده بيع غناوه، يعني مش معذور عشان يبيع اللاعب باي فلوس عشان محتاج فلوس، لا هم طبعا نادي غني وصاحب النادي من اكبر تجار الماس في قاره افريقيا. تمام. دي كانت مجموعه الاخبار اللي معانا النهارده في نادي الزمالك استاذ عبد الناصر. شكرا جزيلا يا استاذ علاء، تحياتي ليك. طيب اشكرك فندم، شكرا جزيلا.